اليوم حبينا نتكلم بشكل عام عن مشروع المبنى الركاب الجديد. اليوم وايد ناس يتكلمون عن المشروع وحجمه وليش تكلفته عالية وشغلات هذه. اليوم حجم المشروع مثل ما يمكن ذكرنا أكثر من مرة حجمه 700,000 متر مربع. اليوم هذه 700,000 متر مربع لو باخذها كبيلد اب اريا تغطي أي مجمع سكني أو أي مجمع تجاري أو هذا يغطيه بالحجم الكامل. الحجم الفوتبرنت اليوم حق المبنى بس بروحه كحد مبنى لو تأخذونه وتنقلونه إلى أي منطقة من مناطق الكويت راح تكتشفون أن المنطقة تغطي المبنى يغطي المنطقة بالكامل. مثل سبيل المثال لو نأخذ القادسية لو يجيب المبنى وغطيه فوق القادسية راح يغطيه بالكامل، ما راح يعني يبقى شيء من المنطقة باجي برا. فاليوم حجم المشروع جدا كبير. اليوم الناس يقولون ايش دعوة ماذا طوله بس المبنى من زاوية لزاوية 1200 متر مربع. بداية تم تقديم 3 بدائل تصميم في بداية المشروع وتم اختيار الشكل الثلاثي المتناظر لأسباب أهمها أنه راح يعطينا أكبر مساحة لدروب أوف إيريا حق المسافرون والمغادرون، راح يعطينا أقصر مسافات مشي من سنتر المبنى، المسافر راح يتنقل مسافة 600 متر لأبعد نقطة في المبنى، فهذه تقلص مسافات المشي حق المسافرين. بالإضافة إلى أن الشكل المثلث راح يعطينا أكبر عدد بوابات متصلة للطيارات للمبنى مما يرفع من مستوى خدمة المبنى مبنى مطار، فبالتالي راح يكون عندنا عدد 51 بوابة، 21 بوابة من هالبوابات تسع حق طيارة A380، بما معنى أنهما مار ستاند، يعني البوابة نفسها راح تشيل طيارة A380 أو طيارتين بالحجم الأصغر. من الأشياء المهمة في التصميم المعماري لمبنى مبنى الركاب الجديد إن شاء الله شفافيته، المبنى يتمتع بشفافية عالية من حيث التصميم، معناته أن المغادر أو المسافر لما يوصل لمبنى المطار يقدر يشوف الطيارات من أول نقطة يوصلها داخل المطار. إحنا كان دورنا كوزارة أشغال طبعا في البداية لما تعاقدنا مع المصمم حرصنا يكون من أفضل المصممين في العالم اللي قاموا بتصميم مطارات متميزة في العالم وهو فوستر اند بارتنرز، فكان دورنا كوزارة أشغال نحن نتابع جميع مراحل التصميم إلى أن ينطرح المشروع للتنفيذ. طبعا اللي يميز المطار دائما كنا نقول أنه مستوى الأياتا مستوى A، ومستوى A هو يعكس خدمة المطار هذا. طبعا خدمة المطار هذا في الراحة في الحركة، السرعة في الحركة، الانسيابية، إنه ما يكون المسافات بين الركاب وبعض ما تكون مسافات قليلة الواحد يحس بالزحمة، أيضا الخدمة كوصول الحقائب بسرعة والتشيك إن والإجراءات السفر والجوازات كلها تكون بسرعة وانسيابية. طبعا هنا حرصنا أن يكون في عدد كافي من الكاونترات، عندنا راح يكون تقريبا في الإيكونومي للإيكونومي 160 كاونتر و60 للدرجة الأولى ورجال الأعمال، وأيضا راح يكون الجوازات فوق 70 كاونتر سواء للمغادرون أو القادمون فوق 70 كاونتر للجوازات. عندنا منطقة الاستلام الحقائب والأمتعة في تقريبا 10 أحزمة للاستلام الحقائب، وهي اللي تحقق مستوى الخدمة السريع هذا. استلام الحقائب ما راح يطول أكثر من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وفي حالات التأخير راح تكون نص ساعة ماكسيموم.